السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ مني انا مش عارف، انا بقول السلام عليكم. عليكم تمام. طبعا انا جمعت قول وقتلت شويه خلفان بالهدف يا جدعان. قبل التصوير كده لقيت خلفان قدامي، قلت ازاي اسيبها يعني، خلفان اللي تقعد تمقمق يا جدعان، بيبوظوا له التصوير. ف زائد ان انا اتعاملت مع كام سكيلتون بعد علاء طويل يعني عشان نبدأ التصوير. الله اكبر، ده باين سبحان. طبعا بقى يا جدعان لايك وسبسكرايب كده عشان ننزل الايه الحلقه الثانيه من اس بي سي كرافت. طبعا اس بي سي كرافت هتحتوي، مش هتحتوي غير عليا انا بس، يعني هو انا بس، هو كده هو انا بس وخلاص. فبس لما يبقى انا بس يعني ما فيش حد يخرب عليه غير خرفان. انا بس يا جدعان نمشي كده. تعالوا بس نعمل الكرافتنج، حط اتنين هنا اهو. سبيد رانر، سبيد رانر يا شباب، سبيد رانر، بص سبيد رانر، سبيد رانر، من هو اللي سبيد رانر؟ انا عامل كده اهو، انت عامل كده اهو، انا عامل حاطط دي، انا عامل كده اهو. ودول اهم اداتين دلوقتي، يعني اهم اداتين في الوقت الحالي عشان ده نكسر بيه خشب. ده هنجمع بيه ده. بص يا جدعان انا هخلي الحلقه دي هننزل كده بس، وانا المفروض ما انزلش كيفنج دلوقتي بس. I need to do this. I need to do this. اصلا كان في كيف هنا، في كيف 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 ايه ده مش كيف. ركز انا هضربك، انا هضربك، انا هضربك. لا كان في كيف هنا يا شباب، كان في كيف، كان في كيف هنا، كان في كيف هنا. اقسم بالله مش راح فين، فين جوه فين. اهو فاحنا في ايرون، احنا هنعمل تجربة اجتماعية. الايرون مش بيتكسر بده تمام، فاحنا هنضطر نعمل كده. وجبنا اتشيفمنت الستون ايدج اللي انا قلته ده، ما اتشيفمنت الستون ايدج يا شباب همته انك تجمع تكسر ستون، بس هو ده همته ستون ايدج، كسر ستون بس. وهنرجع للايرون. بص انا بحب اعلم الايرون كده، هو علامة علامة جميلة يعني، علامة الايرون. بص علمت الايرون ده مثلث، فبعلم الايرون مثلث يعني. واو انا اكسب ايه ده؟ وات ذا هيل اميجو؟ اوه شيت، ايه ده ايه ده ايه ده يا لهوي. اوف اوف، ما انشفت يا جدعان. وات ذا هيل اميجو، دم. اوف ايه ده، لابس لابس يا لهوي. ايه ده سكيلتون، سكيلتون، سكيلتون بارد بارد. طبعا انا مشيت من هنا، فكرة بقى انفجر فيا هنا خلف الكواليس، خلف الكواليس، وانا لسه بقول المقدمة. لا لقيت انفجر فيا، رحت قافل تمام تمام. تقريبا هو من هنا يعني، من هنا من هنا من هنا من هنا من الناحية دي تقريبا يعني. ايوه تمام تمام تمام. اكيد حاجاتي خلاص راحت في الموضوع، مش عارف. توقف عن هذا الازعاج. ايوه الرجل اهو، ايوه الشجر اللي انا فضلتها. المهم يا شباب، هو في احتمال، في احتمال كبير ان تحت يبقى في دايموند، احتمال كبير قوي. لو لقينا دايموند من اول حلقه طبعا ادواتي خلاص ضاعت خلاص.
مش عايزها اصلا مش دلوقتي. احنا لازم لا طبعا من هلا والله. انفجر انفجر انفجر. شكرا. ايه ده بقى لابس؟ لا اله الا الله. ما فيش اي حاجه خالص. يبقى النازله دي لو فيها تحت حاجه يبقى انا يا باشا بقى انا عم خلينا متفائلين ما تقعدش تقطع كده على حاجه اكيد. يعني في خشب هنا في زومبي يا ابن اللذين. ايوه ضربوا مع بعض. ايوه يا عم موته. هاو تو كيل سكيلتون ذا بارت 1 دوزيس. هو الزومبي الزومبي راح صح في الله. بيبص لي الحمد لله موته. نجبت اربعة الزومبي ولا زومبي الف مبروك. ممكن هاو تو كيل موبز ان ماين كرافت بارت 1. نعمل باركور نخرب الباركور ناخد الخشب لان احنا محتاجين نعمل كرافتنج تيبل محتاجين نعمل حاجات كتير اوي والله. تقريبا 7 خشب 28 خشب يعني هيكفينا نجمع شوية ستون ونعمل أدوات ستون. لأن أنا لو عملت أدوات ستون تقريبا هقدر أخد الأيرون اللي هنا وأسيحه. وبالمرة هنعمل فرنس فبس هنكسر ستون دلوقتي. مهمتنا نكسر ستون وبعدين المهمة التانية إن إحنا نجمع دايموند. دايموند قصدي. المهمة التانية ان احنا اننا نستكشف الريفين ده لان هو ريفين غريب جدا. يعني هو مقفول تمام وفي كيف في كيف اهو. لا مش كيف بس في لافا اكيد. يعني في لافا ده ريفين يعني شغال تمام. دلوقتي احب اقول ان انا قادر ان انا اخد ايرون. طبعا لما تعمل الستون تاخد ايرون لما تعمل ايرون تاخد دايموند. هي اللعبه عندها ذكاء عالي شويه مع ان الخشب لا الخشب هيكسر دايموند ازاي يعني. بس يعني لو اضفوا تطوير للحاجات مش عارف ممكن يا شباب ممكن يعني ممكن في يوم من الايام يضيفوا تطويره. دلوقتي معايا 9 ايرون. في شباب فيلماتي وقع خالص. طبعا يا شباب التصوير بيوقع الفيلمات ودي مشكلة. نسيم كناو واربط ننزل كناو نعمل فورنس نعمل فورنس ونلزق ونرمي الخشب ونرمي الايرون والباقي انا بس هاخد خشبتين والله. انا سد صورة المية ده دلوقتي. انا بس نعمل اكس. نسيت اسمه كنت اقول سطور. نعمل اكس تعالى لي بقى علال. بس والخطة الأولى نجحت الحمد لله. والخطة التانية وهي بص يا شباب أنا في يعني في نظرية كده في نظرية يعني عندي
طالما في لابس يبقى في هنا دايموند، في هنا دايموند في الحتة دي. انا هجمع ستون عشان اقدر اتحرك، هجمع ستون عشان اقدر ابني. والمرة ايه بالمرة؟ ايوه تمام، حلو قوي حلو قوي. نايس 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 نايس. وبيكاكس ايرون والحمد لله. وهنبدا اجمع ستون عشان اقدر اتحرك، وبالمره مش هعمل بيه حاجه. بس هو بس ايوه في فحمان يا شباب، انا نسيت احط حاجه. مش هحط الرصاص باك، هحط الرصاص باك. فايده الرصاص باك يا شباب ان هو بيخلي اللعبه يعني فيها شويه كول، يعني احسن من الديفولت. يعني دلوقتي بص شكل اللعبه ضايع، انا نسيت احط الرصاص باك. زائد اللعبة تقريبا ما بقاش فيها دروب فري. حاجة حلوة. ايرون تاني. حس اللعبة الريلاستيك. الريلاستيك يعني ده شوية حقيقة يعني. ريلاستيك ماينكرافت او ريلاستيك ماينكرافت ريسورس باك. لما نيجي هنا ايه اللي هنعمله في الايرون ده؟ حط بقى الألوان. المهم هنبدأ نتحرك على اللغة. اللغة دي كام بلوكة؟ تقريبا تلاتة. تقريبا بلوكات كتيرة يعني. سبيد بريدج على اللغة. طبعا انا مش سبيد بريدج وانا بحور، لان انا لو عملت سبيد بريدج يعني لو مش هعمله بالهبل. بس يا شباب لازم اسد سورس الماية ده. اوف ده فوق السورس المايه ده كان عامل لي ازمه بالمره. لو ينفع مش هينفع خلاص. في سورس لافا هنا لازم اسد برضه. تمام دلوقتي سبايدر واقع في المايه. اوف ده في موب تراب هنا. تعالى 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 تعالى. تمام هما كده كده اصلا مش عارفين ايه ده موجود. هما اصلا مش عارفين ايه ده. يا لهوي ايه اللي جابك هنا؟ زومبي تراب كدس. لول انه لول. مشيت ازاي؟ مشيت كده وبعدين رحت كده. انا لازم نسرفايف، انا خايف. لازم نجري كل ده. ايه ده؟ افري فين تاني؟ ايه فين تاني؟ ايه فين تاني؟ فين تاني؟ الناحية دي يا لهوي. مشكلة بقى كده، مشكلة بقى ان انا مش فاكر انا سديت سورس المية ولا الجو. الكلام الكلام حمار 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 في راس بني ادم. انا هضطر اعمل دريم 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 كده. المهم طبعا حاجاتي يعني هي اكيد ضاعت، هي مش ضاعت. اوف ايه ده دريم. دريم ده دريم بيلسع يا شباب. باركور مش هتيجي. في عنوان الحلقة الحظ النحس في الريفيو. الزعطوطو يا جدعان اسم بس صغير اسمه الزعطوط بيجري ورايا. اوف 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 اوف. بص بقى يا بص بقى يا بص بقى. حاسب يوم حاسب يوم. اندر مان بص تحتك واحترم نفسك. اندر مان ترارن تاتا تاتارارا ترارا تاتا. اندر مان ترارا تاتا. ايه اللي انا بقوله ده؟ انا اقول اندر مان انا بس يا جدعان. انا بص بقى في حاجه اسمها في ماينكرافت اسمها تشغيل دماغ. لو انت لعيب ماينكرافت لازم تشغل دماغك. انا دلوقتي هشغل دماغي، ما تسالنيش ازاي. انا بقى هشغل دماغي. بصوا بقى يا جدعان انا عامل ايه. بص ده سورس ميه.
وصناعية هنقعد نكسر كده اهو لحد ما نوقع صفص الماية ده كله في الرجل. بس لو بقى لو موقعش يبقى متشكل. بس انا كده كده الحمد لله جبت ديرت. عارف انا كنت عايز ديرت عشان انزل دريم. يجي بقى الزومبي ينط ورايا. استفاد ايه؟ ما استفادش حاجه، بس هو نط ورايا خلاص. دريم 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 بيو بوف when you are dream. احنا ناخد اللقطة دي ننزلها في التيك توك ونعمل ايه؟ بي او في. اوف يو شيت يو شيت يا 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 يخرب بيتك يا جدع، ده انت سكيلتون بارد. نعمل سكيلتون خرجنا عن شغل يا جدعان، سكيلتون خرجنا عن شغل هو كده كده في شيست تاني. وانا نزلت وعملت لك فيها دريم وقعدت اقول لك الميه ومش الميه. ما ماذا سكيلتون مش عارف ايه اللي جابها من هنا، دي بتبقى في التلج. دريم دريم وسطى بوك يا لهوي. انا كنت عارف ان في زومبا هينط ورايا، حاسس. تعالى بقى نط ورايا من هنا. انا عملت كلاتشات تحت. ما انا نط تحت هنا وكده من هنا. تيجي هنا تنزل هنا، وانا اصلا ما كنتش عايز انزل هنا. ف فين بقى السكيلتون اللي موتني؟ جه من استغفر الله العظيم. ريلز انتاج وميليوم سيد مكسره وميليوم شيست. اتحشرت الحمد لله. فلازم نسد ده كده. بعد ما نسد ده بقى نطلع احنا فوق، لان انا كنت ناوي ان انا امشي كده وايه واستكشف في ايه كده من ناحيه دي. فبما ان احنا لقينا شموع يعني ولقينا الشيست الاول، فكده كده اصلا في شيست تاني في نازله. مين في نازله؟ بصوا يا جدعان، بص مش كده اهو كده اهو. ازاي تسيب ده في 10 ثواني بدروب؟ يا ما تسددش دي. الله شكله بابا حلو اهو. مفيش حاجه، انت عارف ان مفيش حاجه اصلا. بص هو الماين شافت ده يعني مش عارف، هو حوار حوار كبير قوي. المشكلة ان هو كله ايه متاهات يعني. تيجي هنا المفروض يبقى في تكملة، لا خش يمين، خش يمين المفروض يبقى في تكملة، يبقى انت كده اتحشرت. الماين شافت انا مش بحبه عشان كده. زي بقى السبونرات اللي بتبقى فيه، بس انا واحد ولا معايا بيكاكس ولا معايا اكس، انا ماشي على الله. ايه ده؟ ايه ده؟ اوف اوف يا جدعان ماشي قوي. قلت نقابل نايس. ريدستون ريلز كول كريمر الشيست التالت الشيست التالت الشيست التالت. اوف اوف الشيست التالت يا شباب الشيست التالت يا شباب الشيست التالت. بقولك ايه؟ لازم اكل دي دلوقتي، ما ينفعش لازم اكلها. تعالى بقى نفهم السكيلز. الشيست التالت. بس استنى اشوف في ايه. انشانتد انشانتد بوك انشانتد بوك. والنبي اموت والنبي اموت يا شباب. يا جدعان انتوا عاوزين تطلعوا كله. انت فين بقى؟ انا مش عارف السرفايف مع سكيلتون. سكيلتون ما فيهوش عظم.
مش عارف سرفايف معاه يا جدعان. الفيديو الجاي ان شاء الله يعني هيكون بدورس، ان شاء الله يعني بدورس، ان شاء الله هنلعب بدورس، هنخسر يعني بس هنلعب بدورس. المهم ان احنا هنلعب بدورس، وممكن يبقى مع فريندو، يعني ممكن يبقى مع فريندو، ولو هعمله مع فريندو ويا ريتني ما كنت كلت الجولدن ابل لان انا حمار. المشكلة بقى انا مشيت منين؟ المشكلة الشيست التالت كان فيه حاجات حلوة. بقولك ايه؟ عندي حل، ممكن اقعد على كل السحبة دي اروح اجمع قشرة وابدأ من الاول. بص يا شباب، انا هنقل الفيديو هنا. اه شباب لو عجب الفيديو اس لايك وسبسكرايب. انا هنقل الفيديو لان احنا مش عارفين نسرفايف مع سكيلتون معضم ومفيهوش عظمه اصلا. فا يلا بيس اوت.